بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زيطة محمد في قناة مختلف الشروحات. درسنا اليوم هو حل مشكلة تشغيل الفيديوهات الـ HD المحملة من اليوتيوب، أي أنك بعد تحميلك فيديو بالأخص فيديوهات الـ HD، فيديوهات عالية الجودة، عند تحميلها من اليوتيوب فإنك تصطدم بأحد المشاكل، أن الفيديو المحمل لا يشتغل، أو اشتغال فيديو ولا تشتغل الصورة، أو العكس اشتغال الصوت ولا يشتغل الفيديو. في هذا الدرس سوف نقوم باختيار أحد الفيديوهات ونتطرق إلى المشكلة، ثم نتطرق إلى حل هذه المشكلة. أولا سوف نختار أحد الفيديوهات، وليكن يكون هذا. كما تلاحظون هذا هو فيديو عالي الجودة. كما تلاحظون برنامج تحميل انترنت داونلود ماناجر قام بالكشف عن اثنان من الفيديوهات. الفيديو الاول هو عبارة عن فورما M4A فيشي، اما الثاني فهو عبارة عن MP4 فيشي، اي ان هذا يدل على ان الفيديو مقسوم الى جزئين، جزء صوت وجزء فيديو، اي فيديو بدون صوت. المشكل الأول والذي يقع فيه الجميع أنك عند تحميل أحد أي تحميل الأول وعدم تحميل الثاني، فإنك قمت بفصل الفيديو، أي أنك حملت نصف الفيديو، حملت صوت بدون فيديو، أو حملت فيديو بدون صوت. فلتحميل هذا الفيديو يجب عليك تحميل الأول والثاني، تحميل الصوت للفيديو والفيديو والفيديو، ثم تقوم بجمع الملفين الأول والثاني لتحصل على الفيديو كامل. كما تلاحظون هنا الجودة، هذين الملفين تابعين للجودة 360 بي. أما إذا أردت تحميل جودة HD فما عليك إلا الضغط على هنا كما تلاحظون، فينتج هنا كما تلاحظون أربع فيديوهات. الأول والثاني هما صوت وفيديو للجودة 360 بي كما تلاحظون 360 بي. أما الثالث والرابع فهما للجودة 720 بي، أي صوت وفيديو بدون صوت للجودة 720 بي، أي أنك إذا أردت تحميل جودة 360 بي ما عليك إلا تحميل الأول والثاني معا. أما إذا أردت تحميل جودة 720 بي فما عليك إلا تحميل الثالث والرابع. إلى حد الآن المشكل الأول قمنا بحله، أي أنك يجب عليك تحميل الاثنين لتشغيل الفيديو كصوت وصورة، يجب عليك تحميل الأول والثاني. الأول هو على شكل M4A كما تلاحظون، أما الثاني فهو على شكل MP4، وعند جمع الصوت مع الصورة فينتج الفيديو المراد تحميله. والثاني هنا الجودة HD 720 بي، فكما تلاحظون الأول رقم 3 كما تلاحظون MP4 هو الفيديو للجودة 720 بي، أما رابعة M4A فيشي هو الصوت للجودة 720 بي. إلى حد الآن لقد قمت بتحميل كما تلاحظون هنا قمت بتحميل الأول والثاني. إلى هنا ننتقل إلى المرحلة الثانية بعد تحميلك لملف الأول والثاني للفيديو المراد تحميله. المشكلة الثانية هو أن كما تلاحظون سوف نقوم بمعلومات الفيديو هنا كما تلاحظون، معلومات عن الفورما لهذا الفيديو داش كما تلاحظون فورما داش. المشكلة الذي سوف ينتج ان الفورما هذه الفورما 11 اغلب قارئي الفيديو لا يستطيعون فتح هذه الفورما 11 كما تلاحظون. سوف نقوم على سبيل المقارنه سوف نختار فيديو اخر هنا
فيديو آخر سوف تلاحظون الفورما على سبيل المقارنة. كما تلاحظون فورما امباج هنا امباج فور امباج فور، هذه الفورما الشائعة لأغلب قارئي الفيديو، أي أن أغلب قارئي الفيديو يستطيعون فتح هذه الفورما امباج كات. أما الفورما التي تأتي مقسمة إلى اثنين، في صوت واحد، صوت في جهة والفيديو في جهة، تأتي الأغلب على شكل فورما داش، أي كما تلاحظون هنا فورما داش هنا، أي أن أغلب قارئي الفيديو لا يستطيعون فتح هذه الفورما. على سبيل التجربة سوف نقوم بفتحها بالـ VLC على سبيل التجربة. كما تلاحظون الـ VLC فشل في فتح هذه في هذه الفورما داش. سوف نقوم بالتجربة على ميديا بلاير كلاسيك، كما تلاحظون وكذلك فشل في فتح هذه الفورما. لذلك قمت بالبحث عن احد البرامج والذي قمت برفعه وسوف تجدونه اسفل الفيديو، هو برنامج SM Player، سوف تجدونه اسفل الفيديو. سوف نقوم بتثبيت هذا البرنامج. اوكي، ثم I accept ثم next. كما تلاحظون بعد اكتمال تثبيت البرنامج سوف ننتقل الى الخطوة الاتية، وهي تشغيل الفيديو عن طريق هذا البرنامج. قبل هذه الخطوة لقد قمت باعداد شرح بالصورة، هو كما تلاحظون برنامج الانترنت داونلود مانجر قام بكشف 6 فيديوهات. كما تلاحظون الاول رقم 1 هو صوت للجوده 720 بي، اي جوده عاليه. اما الثاني هنا فيديو كما تلاحظون بالصوره، فيديو للجوده 720 بي. بعد جمع هذا الصوت وهذا الفيديو سوف نتحصل على الفيديو النهائي وهو المراد تحميله. اما الثانيه 3 وهو عباره عن صوت للجوده 320 بي. اما رابعه هو الفيديو بدون صوت للجوده 320 بي. وكذلك بعد جمع الصوت والفيديو لهذه الجوده سوف نتحصل على الفيديو النهائي. اما واخترت كذلك الجوده الضعيفه 144 بي، جودة ضعيفة، وهو كما تلاحظون هنا 6 فيديو لهذه الجودة و5 الصوت لهذه الجودة. هذا هو عبارة عن شرح توضيحي. كما تلاحظون هنا يوجد 5 جودات فيديو، أي أن في هذه الحالة قمنا اختيار 3 نوعيات من الفيديو، 720 بي و 360 بي و 144 بي. فلو قمنا باختيار 240 بي و 480 بي فسوف يقوم برنامج التحميل سوف يكتشف 12 فيديو، اي 10 فيديوهات، اي لكل جودة سوف يتحصل على 2 من الفيديوهات، واحد خاص بالصوت والاخر خاص بالصورة. ننتقل إلى الخطوة التالية، سوف نقوم بقراءة الفيديو عن طريق هذا البرنامج كما تلاحظون SM Player. كما تلاحظون هنا لا يوجد صوت كما تلاحظون هنا
لا يوجد صوت 96 ولا يوجد صوت، أي أن هذا فيديو بدون صوت. وبما أن البرنامج يتيح لك إضافة صوت لهذا الصوت الخاص لهذا الفيديو، هذا البرنامج يتيح لك إضافة الصوت لهذا الفيديو، سوف نتطرق إليه. نذهب إلى أوديو ثم لود إكسترنال فايل هنا، ثم كما تلاحظون هو سوف نختار الصوت لهذا الفيديو. كما تلاحظون لقد تم تشغيل الصوت. أعيد أن سوف نقوم بتشغيل الفيديو لهذا الفيديو بدون صوت، ثم نقوم بإضافة الصوت لهذا الفيديو. إلى هنا انهينا حل مشكلة تشغيل فيديوهات الـ HD المحملة من اليوتيوب. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقول لكم نحن ننتظر دعمكم، وذلك عن طريق تسجيل في القناة كما تلاحظون، الضغط على سبسكريبشن أو على صفحة الفيسبوك سوف تجدونها أسفل الفيديو. وإن شاء الله نلتقي في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.